على بركة الله نبدأ الجزء الثاني من معبد أبو سمبل الكبير للملك رمسيس الثاني المؤله أو المقدس. بنقف دلوقتي على أول قطعة بتقابلنا أو أول جزء بيقابلنا، تمثال راح رختي والملك بتاج الخبرش بيقدم له المعت على الجانبين، والنص الهيروغليفي بيقول له إن أنا بقدم ليك المعت، بيرد عليه في الجزء اللي تحت راح رختي بيقول له جد ميدو إن راح رختي دي إن إي إن إك أحعور بوت إن أتم، هدي لك أبدية السنين أو استمرارية السنين زي أتوم. وعلى قاعدة تمثال راح ورختي خراطيش رمسيس بتحميها الكبرى وجت ونخبة اللي هم بيرمزوا للشمال والجنوب. على البوابة وإحنا داخلين المعبد ببص على الإفريز من فوق بلاقي اتنين من الجريات الطقسية، جرية الحسين والجرية وجرية بالعلامة المنخ، بيجري الملك قدامه قدامه وبوة واد بيفتح له الطريق، شمال هيبقى أمون وموت ويمين هيبقى راح رختي وراء ولد حكاول اللي هي صورة من صور إيزيس كربة من رباط السحر. علم الكتابات الموجودة بقى على العتب نبدأ من الشمال، من الشمال الكتابة لطيفة جدا لأنها بتحكي ألقاب الملك. بصوا في المداية صقر، والصقر قدامه مين وورا مين مونتو، طيب فسروها ازاي؟ الصقر هنا هو حورس ومين هو الطور الفحل ومونتو الحرب، فترجموها بأنها حورس الثور القوي أو الثور الخصب. بعديها بلاقي الإلهة معت واقفة على علامة مر وراها ملك بالتاج الأبيض وملك بالتاج الأحمر، يبقى محبوب معت ملك مصر العليا والسفلى. التالتة أنوبيس ابن آوى ماسك علامة وسر وراه معت وراه رع، وسر معت رع. اللي بعدها بلاقي منظر حلو جدا لعلامة شخص هيئة ماسكة علامة ستب وراها الإلهة نيت بترمز نيت، هنا لو فاكرين التاج الاحمر بتاعها بيرمز في نصوص ليه حرف الان وراها راح رختي، يبقى ستب ان رع. اللي بعدها شو ابن رع، بعدين رع ابن رع خنسو، يبقى رع مسو، رع مسو اللي هي شو مس هتبقى رع مسو اللي هو اللقب بتاعه. اخر حاجه امون على علامه مر محبوب امون. يمنا بقى النقش عادي جدا، خراطيش الملك عن حركة نخت مري معت نسود بيتي وسر معت راسيت بإن را، وفي داخل الخرطوش ما قسمش را مسو مري إيمن، حط الخرطوشين مع بعض السرع والنسود بيتي. الكتفين، الكتفين بلاقي في المدخل على الشمال بلاقي الألقاب بتاعت الملك ما فيهاش أي مشكلة، نسود بيتي وست بن را محبوب أتوم، هنا بيتكلم إنه محبوب لأتوم. على الجانب التاني الملك واقف عادي جدا بالألقاب بتاعته، هنا قسم الخرطوشين ما بين أسر معت راسيت بإن را ورا مسو مري إيمن وخلاه محبوب أمون. اخر حاجه بقى الكتف اليمين قبل ما ندخل على الصاله الاولى بلاقي نص لطيف كده بألقاب الملك ممسوحه، لكن جنبها بيحكي الملك من فوق ان هو محبوب مونتو، الاله الطيب محبوب مونتو، الاله الطيب محبوب اتوم، الاله الطيب محبوب خنسو، الاله او الاعنخنا، الاله الطيب محبوب موت، الاله الطيب محبوب راح ورختي، الاله الطيب محبوب امون، وجنبها كلها كلمه عنخ فليعش الاله الطيب كذا كذا محبوب الالهه. بنبدا مع بعض صاله الاعمده الاولى او الفيرست هايب ستايل هول او صاله الاسختعات، هي صاله منحوته في الصخر 8 اعمده يتقدمهم تماثيل اوزيريه 17 متر ونص في 15 80. هنبدا دايما مناظرنا من ناحيه ايدينا الشمال اللي هي الناحيه الجنوبيه. المنظر الاساسي فيها او المنظر الاول امون وخلفه الكا بتاعته حتى مكتوب كانيسو، وهو بيمسك المقمعه وبيضرب بيها احد الاعداء وبياخد سيف الانتصار اللي هو الخبش من الاله امون. المنظر اللي بعده بنلاقي فيه مناظر لاولاد رمسيس الثاني، منظر جميل دايما هتلاقوا في اول المناظر الواد اللطيف ده ابن نفرتاري اللي كان بيحبه امون حرخبشف، الواد اللي بعده رعمسو، الثالث براع وينيم اف، الرابع هو خايمواسد اقدم مرمم في التاريخ، البعديون بنلاقي الاربع اولاد التانيين بس دول بقى مش لاقيين اسامي امهم معاهم يعني بكل اسف، الاولاني منطح الخبشف، الثاني نبن خارو مري امون، والرابع امون ام ويا. بعد كده بلاقي الملك بقى بعد ما ضرب الاعداء بلاقي المنظر الشهير اللي كل الكتب الدنيا حطولي، الملك هو بيهاجم قلعه الحيثيين طفقا للنصوص بتاعته، لان احنا عارفين الاختلاف اللي ما بين الاثنين، ما بين اللي قالوا المصريين وما بين اللي قالوا الحوثيين في بوغاسكوي. الملك بيهاجم والشريط بتاعته او العجله الحربيه بيطلق السهام، قدامه موجود القلعة بتاعت قادش وبيطلعوا منها يحتموا، لكن المنظر الأجمل عندي هو إن حماة القلعة وهم بيقعوا بيرموا نفسهم أمام الملك، لكن تحت راعي بيرفع إيده للملك بيطلب إنه يبتعد، الراعي هنا هو جزء من السكان والملك ما بيمدش ايده او ما بيمدش رجله ناحيه الامر ده، ده اللي عارفينه من ايام ويني لما كان بيقول له لا تقتل عنزه ولا تقتل راعي يرعى الغنم حين يكون في داخل ارضه.
المنظر اللي بعده، الملك بيضرب زعيم، هنا مش قادش، دي بالمناسبه يا جماعه الراجل مكتوب فوق راسه ان هو من التحنو سكان حواف في مصر الغربيه، شايف ماسك ايده ازاي والمقنعه بتنزل وجعبه السهام اللي متعلقه في جسم الملك ورجله الاثنين، رجل على رجل، واحد بيحاول يرفع عشان للملك والثانيه رجل الثانيه فوق الراس، والتعبير المصري القديم ان كل اعدائك غير شبوتي اك تحت نعلك، او تحت، اسف في التعبير الاول، تحت جزمتك، متصور بالكامل. المنظر اللي بعده بشوف فيه الملك وهو راجع بقى مع الاسرى مع ده كله، راجع الملك المنتصر بعجلته الحربيه ومعاه الاسد اللي بيمثل الملك رمسيس بقوه الاسد، وهنا السعاده على الوجه الجميع في النص، وهو يدخل الى امون ليتلقى منه كل الخيرات وليقدم له كل الاسرى. ده بقى نشوف المناظر الدينيه، هنلاقي منظر لاثنين من ارباب مصر الوسطى، مناطق مصر الوسطى كان مهتم بيها جدا رمسيس الثاني، مش كده بيحرق البخور ويقدم التطهير على الزهور لمر متف اله على لأس كبش سيد منطقة خعيط، منطقة من مناطق مصر الوسطى، ثم إلها إيبت واحدة من الربات اللي مثلت على هيئة الأسد، على هيئة أنثى الأسد آسف، وكانت سيدة للسماء. بعدها الملك بيقدم الصناديق الأربعة أو الأربعة وأغطية اللي بيحووا الأربع أركان بتوع الأرض، لو فاكرين لما اتكلمنا في الأربع تركان والأربع كباش والأربع دول، دول دايما بيرمزوا للكفن بتاع أوزايرس أو المكان اللي بيحفظ فيه جسد أوزيريس، وأحيانا بياخدوا ألوان الأخضر والأحمر والأبيض والاسود اللي هي الارض الصحراويه والبلاد، ثم الملك يحرق البخور امام بتاح اللي هو موجود في منطقه ست ورد زي النص ما بيقول عندي. بعد كده نشوف المنظر الشهير عندي، الشجره والملك بتاج الخبرش التاج الازرق تحت الشجره، واخد علامه الملك وقدامه راحه رختي بيديله مئات الاف السنين من الاعياد وملايين السنين، وقدامه جحوتي بيكتب على ورق الشجره اسماء الملك، القصه اللي انا حكيتها لحضراتكم، الحوت سر، بيت القاضي، نهايه الصراع ما بين حورس وست، ثم تتويج حورس في بيت القاضي تحت الشجره المقدسه، وعشان كده تلاحظ ان هو واقف جالس على كلمه نب يعني السيد، ووراه سيشاط بشكل بديع سفخ تابوت وهي بتدون السبع، بتدون اسماء الملك. بعد كده بلاقي الملك بالصولجان بيحرق القرابين او بيحرق البخور قدام القرابين امام امون رع اللي هو هيبقى سيد نباتة، لانه الحية اللي قدامه دي كانت الرمز اللي موجود بالتاج الابيض اللي بتحمي منطقة بيسموها منطقة جبل البركة اللي هي المنظر اللي كان مختص بيه امون لما وصل لمناطق الجنوب. بعد كده بشوف المنظر للملك رمسيس الثاني وهو بيتعبد قدام او بيقدم الاسرى بتوعه كلهم اللي وراه قدام امون وموت في تالت واحد، المفروض في النص يبقى في خنص، رمسيس المقدس شال رمس شال خنصه وحط نفسه بدل منه. الادينا اليمين بقى او الجانب الشمالي بيجي راحوا رخت، فكر من البصري رائع، امون جنوب راحوا رخت شمال بيضرب الاعداء وراحوا رخت بيديله سيف الانتصار، هناك كان هنا مكتوب ان هم اتحنوه، واضح جدا تسميه اتحنوه. بص حضراتكم بقى كمان لبنات رمسيس اللي بيظهروا معاه، الناحية التانية ظهر ولاده، هنا بتظهر البنات، بلاقي البنات مثلا لو بدأناهم هنلاقي البنت الأولى بنت عنات، بنت مايت، باكت موتيف، نفرتاري التانية، وميريت أمون، بلاقي بنات تانيين مثلا اللي هم عندي نجمة موت وأورنور وحنوت تاوي ونبت تاوي وإيزيس نفرت. نقش بقى تحت البنات من أروع النقوش في اليمين، حالة نادرة، حالة نادرة، إير إن جنوتي ان رعمسو، لاحظتوا هنا النحات بتاع رمسيس، ما قالش الملك ولا العظيم، ان رعمسو ملي امون، رمسيس محبوب امون، بيا سا خانفر ماخرو، يعني معمول بواسطه النحات بتاع رمسيس محبوب امون اللي اسمه بيا ابن خانفر المبجل. الراجل بيمضي شغله، منظر من اروع المنظر، تاني مقدم القرابين العادل اللي هو بانفر ده احنا متعودين نقابله كتير، لكن في تمثيل المعبد ان يمثل النحات ويكتب الفنان ويعمل السيناتور بتاعته او التوقيع بتاعه، ده شيء جديد عندنا في الحضاره المصريه او شيء نادر ان احنا كنا نشوفه. تبدا قادش عندي على الجدار، قادش واخده الحيطه كلها، حتى البابين دول بيدخلوا على صلاه اللي هي صلاه كنوز وكده، لكن قادش عندي حمله السنه الخامسه ضد الحيثيين، رمسيس قسم جيشه الاربعه، الجيش بتاعه هو كتيبه رع بتاح امون ست، كتيبه امون هي الكتيبه بتاعت رمسيس اللي بتخرج معاه، والكتائب الباقيه بتلحق، ومجموعه من الشباب نزلوا اللي هم النعارين او الشباب المجندين بتوع او الشباب اللي هم بيتابعوا العمل او اللي هم كانوا بيلموا الغنايم، دول هيبقوا هم وسيله الانقاذ بتاعه رمسيس، زي ما هنشوف مناظر المعركه بالكامل مع بعض. بنلاقي
رمسيس قاعد في المعسكر بتاعه، معسكر رمسيس والخيمه بتاعته قاعد، ورمسيس بيجي له الخبر بان في 2 من الجواسيس اتقبض عليهم، الخيمه بتاعت شايفين ايزيس ونفتيس هم بيحموها، بيحموا الخرطوش بتاع رمسيس والجيش بتاعه والمعسكر، وكل واحد من الجنود بتوعه بيقوموا بالعمل بتاعهم، وبدايات الحركه بتاعت جنود الحسيين وهم جايين او التحرك بتاعهم. باجي الاقي الخيمه بتاعت رمسيس زي ما قلت لحضراتكم فيها بقى المنظر الجميل، الاسد بتاعه اللي رائد وهو بيتكلم، والاسد بيقول على نفسه ان هو الاسد العظيم الراقد الذي ياتي ليضرب الاعداء، اللي هو الاسد الحي لجلالته بيسموه كده، والخيول بتاعته والكتيبه المصريه بالكامل. مجلس الحرب بينعقد، مننا قائد المركب بتاعه الملك او قائد مجموعه امون اللي هي المجموعه الاساسيه مع الملك بيطمنه تماما وبيقول له ان احنا قبضنا على 2 من الحسين اللي بيتضربوا تحت دول على اليمين، وهنا تم السيطره عليهم، وقال له ان خلي بالك ان الحيسي ان احنا قاعدين دلوقتي شمال غرب قادش، وان التحرك بتاعنا هيكون ان الحسيين لازالوا بعيدين عنا، الحسيين لسه عن الجيش بتاعنا، فانت كن مطمئن ان الجيش بتاعك تقدر من الكشافة او الجواسيس دول نقدر ان احنا نتحرك لمرحلة بعد كده تانية نقدر من خلالها ان احنا نسيطر على الاعداء. لكن رمسيس فوجئ بالمشكلة الكبيرة اللي قابلته، فوجئ ان التحرك ان هو ما انتظرش بعيد جيشه اللي يجي، فوجئ بهو بيتحرك انه وصل لمكان لقى الحسيين بدأوا يهجموا على الجنود بتوعه، وبدأ الجيش المصري يتعرض للهجوم العنيف من الحيسيين اللي كان العجلات الحربية بتاعتهم دايما بتمثل بثلاث أشخاص بيطلعوا عليها، وابتدأت عملية الصدام بين القوتين. رمسيس هنا الجملة تعكس وضعه في الحرب، رمسيس انتصر وحط دي في كل حاجه، لكن رمسيس قال جملة رائعة، قال إن هو كان بيحارب لوحده وليس معه إلا أمون، جيشه قال لأن ما أنقذوش غير شباب النارين أو شباب النارين اللي هم مجموعة من الشباب المصري اللي أنا قلت لحضراتكم مع 4 كتائب كان دورهم عملية المساعدة أو عملية التجميع بتاعه. فوجئوا وهم طالعين عشان يكملوا بعد نهر العاصي مع الجيش المصري، فوجئوا برمسيس راجع بعد ما تعرض ليه نقول عليها الايه الهزيمه المفاجاه او الخدعه اللي حصلت له من الحسين، قدر رمسيس انه يستعيده. عشان كده المنظر اللي بعديها رمسيس بالعجله الحربيه دايس على الحسيين وبيضربهم، والعجله الحربيه ماشيه على جثث الحسيين وهو بيسيطر عليهم، بل ان مدينه قادش نفسها ويحطها الماء من كل مكان، وجواها المدينه بيقول جيرتي المدينه اللي ايده عليها او المدينه الوحشه، والجيش بتاع الحسيين بيحاول انه يحمي المدينه من القوات المصرية، وابتدت هنا مدينة، والحاكم بتاع المنطقة بيقول انه بيحاول ينقذ نفسه، وكل واحد فيهم بيحاول انه يبتعد عن قبضة رمسيس، وبيعلن رمسيس تماما ان هو قواته بدأت تستعد للهجوم على المدينة، لدرجة ان الملك الحيسي متولي بيقول بيرجع بسرعة علشان رمسيس، وبيقول له هو ان هو مستسلم امامه وان قواته كلها بتخضع ليه الملك المصري. رمسيس الثاني بيرجع بقى خلاص، القوات بتجمع منتصرة وبترجع في ايديها الاسرى وفي ايديها الاعداء، وبيرجع رمسيس الثاني منتصرا منتشيا بهذا الانتصار الى مصر. ما بين العمودين 3 و4 في الناحية الجنوبية اللي على ايدينا الشمال هنلاقي في وراهم منظر حلو قوي، ما بين العمودين التمثالين الأزريين وراهم ما بينهم في النص في منظر للملك، في راح ورختي والملك، وبعد تحتيه منظر الملك بيضرب أحد الأعداء قدام الإله بتحت تنن، وورا بتحت تنن موجود مجموعة من الأسرى وأسمائهم في داخل التحصينات بتاعتهم. تحتيها بقى في نص، النص اللي مكتوب بيعرف دايما في كل الكتب باسمه نص بتاح. النص بتاح بيتكلم انه في السنة 35 في الشهر الاول من فصل البرد حدث اليوم الثالث ان الاله بتاح تنن كما كان معروفا وكما كان متبعا ابتدى يبجل الملك ويبجل انتصاراته ويبجل ما قام به. وبيتحدث النص هنا على حاجة تانية، انتصارات رمسيس وأعماله الخيرة وكل ما قام به وما وعد به الملك زي ما بيكتب في آخر النص، لكن الشيء المهم اللي موجود هنا إن بيشير إلى انتصار رمسيس ومجيء ابنة الملك الحيسي التي جاءت إلى مصر تكون زوجة ملكية، وبيعلن فيها بعد كده إن بتاح بيتقبل كل ما قام به أمون كابن، قام ما قام به رمسيس الثاني كابن له.
يتبقى في الصالة الأعمدة والتماثيل الأزيرية اللي قدامها، المناظر بتاع التماثيل الأزيرية بالوضع الأزيري رمسيس بالتيجان بتاعته في الشمال والجنوب، مفيش أي مشكلة. ناخد بقى نماذج من الأعمدة الآلهة، مثلا ألاقي نفرتاري قصاد الحاجة حتحور بتلعب لها بالسيستروم، بيقدم المايت، رمسيس الثاني بيقدم للإله أمون رع، ألاقي الملك قدام الإلهة إيزيس بيحرق البخور، رمسيس وفوقيه الاسم وبحدد فوقيه، بلاقي هنا الملك مع ايزيس بيحرق برضو البخور على طرف عمود، بيتلقى مئات الالاف من السنين من حتحور وبيقدم لها باقي الزهور، هنا مع الاله جحوتي سيد الخيمينو والملك بيقدم له المايت، هنا الملك مع انوريس وهو بيقدم له البخور وبيحرق البخور امامه، هنا مع الاله تفنوت الالهه تفنوت وهي بتتلقى منه القرابين، عنقت وهي بتتلقى فستين النو، هنا خنم وهو بيتلقى اجزاء من او قطع من الملابس، هنا بلالي لها ساطت بتتلقى فستينو، كان الثالوث بتاع الفانتين بيتصور عن اتون بيتلقى الخبز الابيض، اتون دايما اعرفه هي ادميه بتاج مزدوج، الاقي الملك قدام اله بهيئه التمساح قد يكون تمثيل لامون شكل التمساح امون. البوابه بقى الغربيه اللي هي بتديني الدخول للصاله الثانيه، فوق الملك راكع والكتفين، الكتفين عليهم مناظر عادية جدا تقليدية، بيقدم لي أمون وأمون مين وبيقدم لبتاح وراح ورختي حسب الاتجاهات الطبيعية اللي احنا شغالين عليها. فوق الملك راكع بيقدم المعت قدام كبش، قدام سفنكس براس كبش ده اللي هو أمون رع، والناحية التانية بيقدم الملك في الشكل التاني او الشكل المقابل بيقدم لنفس شكل السفنكس بس بدل ما يكون بهيئه الكبش بيقدمه بهيئه الصقر، يبقى ده راح ورختي الشمال والجنوب. في النص بيقدم بيجري الجاريه الطقسيه قدام راح ورختي، طبعا راح ورختي ووراه الالهه تفنوت، فوقه طبعا الافريز الكبرى المجنحه والشمس المجنحه وافريز باسمها رمسيس، قصاد الناحيه الثانيه هتلاقي بتاج الجنوب قصاد راح قصاد امون ومعاه المعبوده موت. على خير اشوفكم في بقيه اجزاء المعبد، شكرا جزيلا. Thank you.